في فرق كبير جدا يا جماعه في موضوع السيلز. يعني ايه؟ يعني في واحد مثلا شغال في شركه اعمار، ده بيبيع نفسه بنفسه، وفي واحد تاني شغال في شركه لسه بتبتدي حالها ولسه بتبتدي، فبيخاطب الشباب اللي هم لسه متخرجين واللي هم عايزين ان هم ياخدوا في شقه تانية عشان هيخطب ويتجوز ويبتدي حياته وكده. دي شريحه ودي شريحه تانية. الشريحه الاولانيه هو بيحب ان هو يروح للناس اللي هي عقلها وسطيه، وخاصة لما يكون اللي بيبيع لك ده كمان يكون وسطي. ما ينفعش الراجل اللي بيبتدي يبيع سيلز في الريل استيت ده وشغال سيلز في الريل استيت ده ان هو يروح مثلا يبيع لواحد كلاينت في اعمار، مش هينفع خالص، هيعطلوا مع بعض، في دروب هيحصل. في فرق تاني لما يكون واحد بقى شغال في شركة إعمار، مش هيعرف يوصل للراجل التاني ده إن هو بيتكلم في ملايين الملايين، وبيتكلم في ديبوزيت، وبيتكلم في أقساط على وعلى وعلى وعلى. ففي فرق كبير إن أنت تخاطب مين. فمعظم الناس السيلز اللي بتكون شغالة في شركة قليلة بتكون أحلامها كتيرة، بتروح لناس هي مش قادرة أصلاً إن هي تدفع لك المبلغ ده. فانت خليك في الشريحة بتاعتك، اعرف انت شغال على ايه فين عشان تعرف تبيع للناس اللي انت عايز تبيع لها. زي بتاع شركة اعمار، هو عارف مين اللي جاي له، هو اللي جاي لك ده فاهم اكتر منك، وفاهم لو باعه بعد سنتين تلاتة هيكسب ازاي، وفاهم اكتر منك هو جاي ياخد منك ايه على كام سنة وهيديك ايه. والراجل اللي بتروح تقابله غير الراجل ده، الراجل اللي بتروح تقابله مثلا في اعمار مثلا، لا الراجل مثلا لابس كويس، مختار ساعته، مختار برفانه، مختار تصحيح شعره، مختار كلامه، الاكسنت مختلفه خالص، عارف هو بيعمل ايه، عارف هو بيقول ايه فين، غير الراجل التاني لسه بادي حياته، لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. خليك انت كسيلز عشان تحقق التارجت بتاعك، اعرف الشريحه بتاعتك انت عايز تروح فين. ما تبقاش انت شغال في شركه لسه بسم الله الرحمن الرحيم وعايز توصل لكلاينت في اعمار، هتعطل. وانت في اعمار لما عايز تحقق التارجت وفاضل لك فيه مبلغ صغير، ما ينفعش تروح نازل للراجل اللي هو بتاع الشركه الثانيه ده، هتعطل معاه. فالاتنين مش ماتشنج خالص. صباح الفل.